وفي أخبارنا الرياضية، أرجأ مجلس إدارة النادي العربي قرار الانسحاب من بطولات اتحاد الكرة الكويتي إلى ما بعد عرض الموقف على القيادة السياسية للبلاد. وقال رئيس النادي العربي جمال الكاظمي في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها إدارة العربي للوقوف على قرار بشأن أحداث المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم، قال إن إدارة النادي أرادت الاستئناس برأي جماهير الأخضر قبل مواجهة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لعرض ما تعرض له العربي من ظلم على حد وصف القاضمي من اتحاد الكرة. الأغلبية يبون انسحاب، بس كبار السن ورجالات النادي قالت ريثوا عن الانسحاب لأنه يضر أول شيء وقف الميزانية النادي العربي، وقف التفريق اللاعبين، أن ضياع النادي العربي مدة سنتين، تعال ابني مرة ثانية 10 سنوات، هل تحملون الجماهير 10 سنوات ما في بطولة؟ إذا القاطع الكل ولا نستمر الكل؟ هذا قرار شخصي، بس المقاطعة إعدام حق النادي العربي، هذا مو شأن جمال كاظمي أو شأن مجلس الإدارة أو جماهير، هذا قرار جميع الأمم غير عادية تأخذ قرار، ولازم توصل رسالة حق الحكومة أن بنسوي 1 2 3. إذا صاحب السمو يكون علمي في الموضوع، لأن هاي مؤسسة ما يملكونها الناس، مؤسسة حكومية تابعة الجماهير، فلازم ناخذ قرار، لا يكون أخطر شيء إنسان في حالة غضب ياخذ قرار.